كابو كانت شفنا يعني صد كرة سايدو. لو تابعت كل المباريات انا اظن يعني الحراس راح تكون مباراة حراس كذا، هو يخطئ كثير في التوزيعات الجانبية، تقريبا خرجته كل فيها اخطاء، يا اما يتركها وراها يا يمسكها ويسيبها، في كثير اخطاء. صحيح حارس جيد لكن يخطئ كثير. الحضري خبرة كبيرة، عنده 21 سنة حضري خبرة لكن كبيرة. كابتن حتى الحارس يعني متكون في مدرسة لاماسية، يعني خرج من مدرسة اللي سوى ايطف لاماسية، تكون لاعبين وتكون تكون يعني 21 سنة يلعب بطولة افريقية وقدم هذا المستوى، اظن حتى هو راح يكون له دور كبير في لاماسية. ميزة كأس حسام، ميزة كأس مثل في الوقت الحاضر في إيطاليا بوفون ودوناروما، بوفون حارس اليوفي طبعا ودوناروما حارس الميلان. هشام، ميزة الكأس الإفريقية هذه ظهر لي أول مرة، هي كأس إفريقية المجموعات مش النجوم. الكأس الإفريقية هذه ربدات خلتنا اليوم في مصر وفي الكاميرون النجم هو الفريق، وهذاك علاش نحطوا ياسر على المدربين، مدرب الكاميرون ومدرب مصر، لانه ربما امكانيه التعامل مع غير النجوم، امكانيه التعامل مع المجموعه تكون اسهل، والبصمه نتاع المدرب تظهر. ربما الانضباط نتاع غير النجوم يخلي المدرب الشغل نتاعو يبدا واضح وربما اسهل. فربما مع كاس افريقيا هذه انتهينا من وقت النجوم ودخلنا لوقت المجموعه 23. ولهذا قلت لك فتحي 50% 50%. لو لاحظت يعني في المجموعتين، في المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني، قوتهم مثل ما قلت في روح المجموعة، قوتهم في اللعب مع بعض، قوتهم في اللعب، الطريقة اللي يلعب بها تقريبا نفس الطريقة. يعني شفنا المنتخب الكاميروني من البداية، شفنا أمام السنغال يعني يلعب على المرتدات، شفنا لأول مرة اليوم أمام الغانا لعب في الشوط الأول هو اللي يضغط أول مرة، يعني يضغط شوط ثاني تراجع ولعب على المرتدات وسجل هدف على كرة ثالثة. ولهذا هنا المدربين بالنسبة لي هم اللي يصنعوا الفرق في طريقة اللعب، يعني في تحفيز اللاعبين تكتيكيا، الانضباط في عدة أمور، العزيمة، ولما لا الأفضلية بالنسبة لي راح تكون لمصر. ولأول مرة في مباراة نهائية مصر مع الكاميرون، يعني النهائي سيكون مختلف لأن منتخب الكاميرون، لأن مصر متعودة يعني على المنتخبات الإفريقية، عندها الخبرة وعندها يعني تعامل مع مصر في النهائيات السابقة دائما تواجه منتخب يعني في نجوم. اليوم يعني بروفيل مختلف لمنتخب الكاميرون، منتخب الكاميرون الحالي يختلف عن منتخب النهائي 2008، أيضا يختلف عن منتخب غانا الذي واجهه منتخب مصر في 2010، يختلف أيضا عن منتخب سنة 86. فريق بدون نجوم، وربما يعني يقولون رب ضارة نافعة، أن مقاطعة عدد من اللاعبين المشاركة في الكان ساهم يعني في تقوية لحمة المنتخب الكاميروني وأعطى هامش كبير يعني للمدرب المنتخب الكاميروني. طيب سنلتقي في نفس المكان.